السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الخامس من كيف تصمم فيلم أو كيف تسوي فيلم كرتوني قصير ببرنامج الأنمي استوديو. بالبداية أريد أنطي ملاحظة للأصدقاء، يعني إحنا من نسوي لايرات، يعني من سوينا لاير الوجه، لاحظ صديقنا اللي سألني عن الخطأ، هذا لاير الوجه. من أسوي اللاير الثاني اللي هو مال الشعر، لاير الشعر أسوي هذا، أنطي لون أسود وأجي هنا. لو فرضا هو استخدم هالطريقة، استخدم هالطريقة هذه اللي هنا وراد يلونه، إجا للتلوين ما يتلون، طبعا ما يتلون لأن هذا عبارة عن ستروك، لأن هذا ما متطابقة، يعني هذه النقاط ما متلاقية. فشنو عليه يسوي؟ عليه أن تسوي تجيب ذني كلهن وتطبق وكلهن، لاحظ شلون صارن؟ يعني لازم هي شكل ما يتلونن، هيك عبارة عن ستروك، وإنما لازم ينطبقن هي شكل. فكل لاير لوحده، كل لاير لوحده، لاير الوجه لوحده، لاير الشعر لوحده، لاير العيون لوحده، يعني كل لاير لوحده، كل لاير على حاله. فقط هاي الملاحظة أنطيها. شكرا لكل الأصدقاء اللي راسلونا واللي جاي يتابعون هذه الدورة المصغرة لبرنامج الأنمي ستوديو. هسه عندنا اليوم بعد ما كملنا بالدرس الرابع العظام، بقى عندنا نسوي الأكشن. لاحظ الرجل تنكسر قلنا لكم، وراح نعلمكم هذا الأكشن. لاحظ الأكشن شلون أسوي الأكشن. أوقف على البون الجروب، يعني ما أدخل هنا وإنما على الرئيسي، على الرئيسي هذا، أختار أي عظمة أريد أسوي عليها أكشن. يعني مثلا هاي العظمة من أفرها هاي الشكل، لاحظ تنكسر، فلازم أسوي لها أكشن لأن هي العظمة المسؤولة عن هذا المكان. إذا أريد هاي العظمة هي المسؤولة عن هذا المكان، هاي العظمة هي المسؤولة عن هذا الكسر إذا تلاحظ. فأنا أستخدم كل عظمة الوحدة. هسه شو أسوي؟ أجي للعظمة، أدوس العظمة وأنا على الجروب الرئيسي البون، وأجي إلى ويندوز، من قائمة ويندوز أختار أكشن أو كنترول كي أكشن، أختار أكشن، راح تطلع لي قائمة هذه اسمها أكشن، قائمة بها أكشن. أنا بعدني مفعل هذه العظمة اللي أريدها، أجي هنا نيو أكشن، هذه نيو أكشن، أضغط عليها راح تطلع لي هاي القائمة. لاحظ أن نيو أكشن طلع اسم العظم، اسم العظمة، هذا اسم العظمة B13. إذا نيجي لهنا إذا تلاحظ هذا اسم العظمة B13، يعني نفس العظمة، لازم يطلع لك نفس الاسم، لازم يطلع لك نفس اسم العظمة. إذا هنا غير اسم يعني ما يصير الأكشن. أوكي ماشي، هسه نقول له أوكي، قلنا له أوكي. لاحظ أن التايم لاين صار لونه ازرق، هذا التايم لاين صار لونه ازرق. هسه ايش راح اسوي؟ راح مباشره اجيب المؤشر اخليه على 24، على 24، واجي للعظمه بواسطه هذه اذا تلاحظها ترانسفورم بوين اللي تفر، اضغط عليها اختارها وافرها للمكان اللي اريده. لاحظ صار اكو كي فريم، يعني صار اكو كي فريم، لاحظ هذه صار كي فريم. ابقى على ال 24، وهسه ادخل على الجزء اللي مربوطه به العظمه، الجزء المربوطه به العظمه، ادخل هنا. اذا عندك هنا لايرات هواي وما تندل، تجي مباشره الى هذه اذا تلاحظها، هذه الاداه، تجي لهذه الاداه، بس اكبر هذه الاداه، تضغط عليها وتجي تضغط على الجزء، راح هو يختار لك اياه. لاحظه اختار لك اياه، هو اختاره. هسه نجي نعدل شويه، نوخر الاكشن هذا. هسه نعدل بالنقاط، لاحظ عفوا لازم احدد النقطه، هاي النقطه حددتها بهذه، التحديد بهاي، التحديد بهاي الاداه بوينت ترانسفورم بوينت. هسه لاحظ سويت هيك، اجيب هذه هنا،
اجيب هذه هنا احرك يعني بحيث اسويها مضبوط، بحيث اسويهن مضبوطات، واستخدم هذه انطيها شويه دوران عدل حلو تصير سوفت. هسه صارت الساق اذا تلاحظها صارت بهالطريقه، اجيبها خل هذا نفس الشيء. لاحظ شلون راح يصير، شوف الحركه شلون صارت، شوف الحركة شلون صارت، صارت بهذه الطريقة. هسه أجي للأكشن، هاي قائمة الأكشن، هاي قائمة الأكشن، أجي إلى مين لاين، دبل كليك عليه حتى أطلع من الأكشن، دبل كليك. شوف لاحظ التايم لاين رجع لأصله. هسه إذا أريد أحرك، إذا أريد أحرك أخلي رقم 12، أجي للعظام، هاي العظمة، وأريد أحرك العظمة، لاحظ ما بيها كسرة، ما بيها كسرة، يعني عكس هذه. هسه من اريد احركها، لاحظ هذه بيها كسرة، هذه بيها كسرة، هذه ما بيها كسرة. هسه انا لو فرضا اجي اريد احرك، انا حركت منا لقيت ماكو كسرة، لكن من اجيت منا صار اكو كسرة، صارت زوايا، شو اسوي؟ اسويها نفس البون، اسوي عليه اكشن، نفس العظمه اسوي عليها اكشن. اجي احددها، احدد العظمه من هاي سلك، حددتها صارت حمراء، اجي للاكشن، لاحظ راح يصير نفس اسم العظمه بي 13 وراه رقم 2، لاحظ نيو صار، لاحظ الاسم اذا تشوفه بي 13، بي 13 2 اضيفت 2، واقول له اوكي 2 يعني راح يندار بالجانب الاخر. اجي على رقم 24 ايضا او اي رقم تختاره، المهم، واجي ادوره، لاحظ اندار وبينت الزوايا مو حلوه الداخل هاي. شلون اختار هذا الرجل؟ اجي لهذه، اجي لاير سيلكتر، اضغط عليها واضغط على الجزء، اختارها هو، لاحظ اختارها هو، يختارها. اجي لهذه اللي ترانسفورم بوينت، واعدل بالنقاط، اعدل بالنقاط شلون تريد تعدل، عدل بالنقاط بحيث ما تصير عندك هذه الكسره المقيته المو حلوه. لاحظها هسه سويناها هسه خلصت منها. اجي للمين لاين، دبل كليك راحت. هسه من ادخل على البون واجي اريد احركها، اريد احرك الرجل، هذه ما احركها، اريد احرك هذه، عفوا هذه، لاحظها ما بيها، لاحظ شلون يعني شغلها حلو. وهذا تستخدم كل العظمات، كل العظمات تستخدم لها هاي الطريقه اللي قلنا لكم بيها، هي هاي طريقة الأكشن، شلون تسوي أكشن. نجي الآن على شغلة ثانية، نجي إلى شغلة ثانية بالأكشن. إحنا عندنا هاي العين، هاي العين نحتاج لها. إذا أدخل على الآيس، إذا تلاحظ هيد، وأدخل على الآيس، وأدخل على الآيس، هاي العين، من أدخل على العين وأريد أسوي حركة، أسوي هيك حركة، واجي هنا اسوي هيك يفتح يسد العين، اسوي هيك شكل يفتح العين، اذا تلاحظ شلون يصير. هذه ما تصير لنا احنا انا جاي اشتغل فيلم وعندي تايم لاين طويل، فما يصير هاي الطريقه، لازم اسوي لها عظمه. شلون اسوي عظمه؟ اجي للعظام الرئيسيه، ونبقى احنا على الاكشن، قائمه الاكشن، خنسد قائمه الاكشن حتى نفتحها بعدين. هسه انا راح اسوي عظمه، انا على البون ما مأشر اي عظمه، كلهن زرق مثل هاي تشوفون، واجي على زائد هذه اد بون، اضغط عليها واسوي عظمه هنا، اسوي عظمه هنا، هاي العظمه سويتها، راح اسميها اي، انطيها اسم، انطيها اسم منا بهذا المكان، عفوا بالعربي صارت، سويتها اي اسمها، هاي العظمه سميتها اي. اجي للقوة التأثير مالتها، لاحظ بها قوة تأثير، بحيث هسه إذا أريد أحركها، إذا أريد أحركها إذا أحركها ربما ما تتحرك وياها شيء، يتحرك، لأن إذا كانت قوة التأثير قوية يتحرك معاها،
يتحرك معاها الوجه يعني يصير لأن بها قوة تأثير. شو أسوي؟ قوة التأثير أقللها أسويها صفر، لو أضغط كليك يسار وأسحب أو هنا أخلي رقم صفر بكيفك أنت. بعد خلصت أجي هنا سيلكت بون بعدي حمراء وأجي بون كونسترينت وأقول له انجل وأخليه النفس. لاحظ صارت واحدة منا واحدة منا، عندنا زاويتين يعني هذه ممكن تصير منا وممكن تصير بالجانب الثاني، يعني ممكن أسويها هيك وممكن أسويها بهالطريقة. هسه خلصت منها هذه، خلصت كونسترينتس، سويت سويتهن دست هاي أشرت فقط هاي صارت 70 أو 90 بكيفك تريد أشر هاي شوليبل. شوليبل يعني يطلع اسم العظمة هنا من أضغطها شوليبل طلع اسم العظمة. لاحظ ومن أريد هذه العظمة أريد أخليها تختلف أنطيها لون، أضغط هنا أختار لها لون مثلا يلو أصفر صار لون يلو اسمها آيز. هسه هاي العظمة أريدها تغمض العين، أريدها منها تغمض العين. شو أسوي تغمض العين؟ أنا مأشرها مباشرة وأجي إلى أكشن ويندوز أقول له أكشن، فتحت الأكشن هذا وأقول له نيو أكشن. نيو أكشن آيز نفس الاسم، إذا تلاحظ طلع نفس الاسم وأنا أكد على هاي لازم يطلع نفس الاسم. أقول له أوكي وأجي إلى 24 هنا وأفرها فرة كاملة اللي هنا، فريتها اللي هنا طلع لي. هسه راح أدخل على العين، شلون أدخل على العين؟ أختار هاي واختاريت هاي العين، لاحظ اختاريت العين طلعت لي الآيس، هذه العين طلعت لي هاي العين. شو راح أسوي؟ راح أنزلها بهالطريقة، أنزلها بهالطريقة، أسوي العين مغمضة واختار هذه وأسويها بهالطريقة. خلصت هذه العين، خلصت هذه العين، أجي إلى نفس الأداة هذه أختار العين الثانية، اختارينا العين الثانية إذا تلاحظ أيضا أنزلها بنفس الطريقة وصعد هذه إذا أنزلهن وأختار أختار هذه راح تصير. صارت عندنا الآن العينين تنفتح وتنغلق. هسا أجي المين لاين دبل كليك، لاحظ أن دبل كليك رجعني والعظمة ماكو، وين العظمة اختفت؟ ماكو العظمة. ليش اختفت؟ لين أنا واقف على اللاير لازم أصعد أوقف على العظمة على العظام، وقفت على العظام طلعت عندي هاي العظمة. هاي العظمة إذا أجي هنا رقم 12 وأفرها، عفوا رقم 12 واختار هاي العظمة أفرها فرة، لاحظها غمض. أجي هنا من بونز أقول له فريز، أجي العظمة رقم 24 على 24 لاحظ فتح عينه، أجي 30 فتح عينه زايد، أجي 36 جريب يغمض أي شكل يباوع له. هسه إذا تلاحظ لاحظها هاي هي الحركة، هذه هي الحركة نلغيها. هذه سوينا الآيز، لو فرضا نفس الآيز نفس العظمة أريد أسوي لها أكشن أقول له منا أقول له نيو أكشن، لاحظ أنه طلع نفس الاسم بإضافة رقم 2 أقول له أوكي. أجي إلى 24 ومن هذه البون لتفرها، لاحظ أفرها بالجانب الآخر وأجي للعين للآيز. شو أريد أسوي بالآيز؟ لو فرضا هذه الآيز أريد أكبرها، أريد أكبرها لو فرضا أريد أسويها أكبر، هاي أسويها مثلا واحد عينه لو فرضا يعني شغلة كارتونية أريد أسويها عين تكبر، أكبر هاي عينين اثنين بها مبالغة زايدة لو فرضا، وأجي للبؤبؤ اللي هو هذا البؤبؤ نفس الشيء بس خل أحدده، يعني أنت تقدر تشتغل كل شيء. هسه هذا البؤبؤ أسويها كبيرة، أيضا هذا البؤبؤ الثاني أستخدم له هاي الطريقة إذا تلاحظ أم أكبرها. لاحظ إيش راح يصير عندي؟ صارت كبيرة كلش هذي. أوكي هسه من أطلع أنا دبل كليك طلعت، أجي للعظام طلعت العظمة، لاحظ أن
لاحظ شلون تصير العين، هاي غمض، هاي العين هي شكل. يعني بهذه الطريقة أقدر أسوي السمارت، أسوي العظام ذكية. يعني لو أنا على العظام الآن أوقف ألغي التأشير، دائما دير بالك ما متحفز العظمة، أضغط بالمكان الفارغ أسوي لي عظمة، أسميها عظمة، أسويها عظمة وأسميها بايب، بؤبؤ أسميها، وزغر القوة التأثيرية مالتها وانطيها كونسترين، انطيها مثلا صفحة واحدة فقط 70، واطلع الاسم مالها، هذا طلع الاسم اذا تلاحظ هي هذه هي شو ليفل، ونسويها نسويها فقط صفحة واحدة، ما اريد صفحتين، او سويها صفحتين بكيفك. هسه هذه صارت عندنا عظمة، انطيها لون يختلف عن هاي الالوان، هاي عظمة البؤبؤ. اجي اقول له نيو اكشن، لاحظ نفس الاسم طلع، واقول له اوكي، واخليها على 24 على اي مكان تريده. تجي لهاي الاداة افرها منا، ما تفتر تفتر منا. اجي للبؤبؤ، اختار هذا البؤبؤ، لو فرضا انزله للاسفل، اجي للبؤبؤ الثاني اختاره، شغلة جدا بسيطة يعني، شغلة وبيها متعة يعني تلاحظ. هسه اجي الى الاي، لو فرضا للايز، شو اسمه هاي جاي اختارهن، لاحظهن، اذا اختارهن شوية اعدل بهاي، اجي للاي الثانية، هذه الاي الثانية. يعني انت تختار اي اكثر من لاير، مو شرط فقط على جزء واحد، تختار على كل شيء شو تريد. هسه لو الثاني تغيرها مين تتغير، لاحظي شكل. اجي للبراوز للحاجب، لو فرضا ايضا اجيبه هنا او اجيبه هاي شكل، خليته بهالطريقة. اجي للثاني احدد اجيبه، لاحظ اجيبه هنا، اجيبه في المكان واسويه لو فرضا هاي شكل. هسه من اطلع مين لاين، طلعت انا اطلع من الاكشن ما احتاجه. اجي للعظام، لاحظ اذا اجي هنا اجي مثلا رقم 12، هسه هذا رقم 12، هاي التدوير اثبت، اجي لاحظها هذه، شوف شلون تصير، شوف شلون تصير. هسه هذا هاي 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 العين هاي من، لاحظ يعني ظلت تلاعب بحركه الاكشن شلون ما تريد. هذا هو درسنا الى حركه يعني شلون نسوي اكشن للعظام، اكشن للعظام. احنا عندنا هذه الايد اوكي، وهاي الايد اوكي، كلن اوكي، بس هذه العظمة اعتقد اذا نفرها يصير اكو كسر، احنا ما نحتاج فر، احنا فقط نريد نسوي. عندنا الان اخر شيء راح اسوي عظمة خاصة لتدوير الوجه، عظمة خاصة لتدوير الوجه. اجي للعظام، اد عظام، اد، اقول له تورن، هاي اسميها تورن، تور اسميها تورن، واجي هنا اقلل القوة مالتها. اجي هنا مباشرة هذه التورن ما راح استخدم نفس الطريقة، راح استخدم سمارت بون. اجي الى بون من قائمة بون واختار ميك سمارت بون، هذه من اضغطها راح تطلع لي هذه تورن كلن، ما اسوي بين شيء، واقول له اوكي. لاحظ هو سوالي تايم لاين، يعني هو اذا تلاحظ اذا امشي المؤشر هي تجي، هي تجي الى 100 اعتقد او ايش قد، الى 100. هسه اخلي المؤشر الى 100، اخلي المؤشر الى 100 على 100، وما اجيس اي شيء، وهذه مفعله، اجي ادخل على كلهن واحد واحد، الماوث، الفم اختار هذه الاداه، هذه الاداه اختاره واسحبه، اسحبه منه. الهير فرونت بعدين، هذا الاير، الاير هذا الاير صار هناك. احنا هسه المهم، وهذا الاير الثانيه هنا، بس اقول لكم شغله، احنا عندنا شغله جدا بسيطه بيها لازم ناخذها، اللي هي هسه براوز ثانية هذه،
هذا تدوير بسيط يعني اللي ما نحتاجه. الايز نريدهن العين، وين الايز؟ هذه الايز العين، هذه العين، هذه عين واحدة نصغرها، وهاي العين الثانية نجيبها هنا، هذا الحاجب شوية نجيبه نعدله يعني. الفم سوينا، النوز هذا النوز جبناه هنا، نوز جبناه هنا. عندنا الشعر، وين الشعر؟ هير، هير فرونت، هذا هير فرونت نعدل بيه، نعدل بيه الشعر يعني، يعني نعدل شوية نصعد هسه هير فرونت جبناها هنا. إذا تلاحظ شوية عملية تأخذ لها، تأخذ لها وقت، تريد لها يعني دقة شوية. هاي هير فرونت. أجي إلى الفيس، هذا الفيس أختاره، أختار الفيس، أختار الفيس، هذا هو الفيس. أختار الشعر الخلفي أيضا، هذا الشعر الخلفي، إذا أختاره، إذا أختار الشعر الخلفي، إذا أختار الشعر الخلفي لاحظ إنه هو يدور. بس إحنا شنو المشكلة؟ الإذن صارت بالوجه، شنو نسوي؟ نطلع من الأكشن، نطلع من الأكشن، نجي إلى الهيد دبل كليك عليها، ونجي ديبث سورت، ديبث سورت نختار إنيبل إنيبت إنيميتد، نختاره ونقول له أوكي. نفس الشيء بالميل الرئيسي، نختار الإنيبل يعني اثنين نسوي لين إنيبل. هسه من أجي، إذا تلاحظ من أدخل على التورن، أدخل مرة ثانية على التورن، هذا دبل كليك عليه دخل، لاحظ هسه من تفتر الأذن، أنا أريد الأذن تصير خلف الفيس، شو أسوي؟ اللي هنا لو فرضا أجي يا أذن، هي هذه، هذه الأذن نختارها اللي هي هاي، أخليها جوا الفيس، هي تجي مباشرة تحت الفيس. إذا تلاحظ شوفها، شوف شلون تتحول، شوف شلون، شوف شوف شلون تنتقل انتقاله، لاحظ، لاحظ الانتقاله. هسه اذا اجي هنا لاحظ صارت، صارت بالخلف، صارت بالخلف. هسه هذا تدوير الوجه، هاي صارت بالخلف، بعد اخليها بالخلف زايد، خليها هيك قليل. عندك هذا الشعر شوية الراد له شوية تعديل يعني، هاي شيله، شيله تعديل، اوكي. هسه، هسه هذا صار، هسه اذا تشوف شوية يعني شلون دورة الوجه. أنا أقول لكم دائما أنبه بين دائما باوع للمراية، شلون وجهك شلون هاي. لاحظ أن هسه، هسه من أطلع من المين لاين أجي مباشرة للعظام، وهذه التورن. هسه أجي هنا من بون، أقول له فريز بون، أجي هنا 12 وأختار هذه، لاحظ يفتر. أجي هنا أقول له فريز بون، واجي هنا مباشرة امشي، لاحظ ان الشخصية تفر، لاحظتها، لاحظتها هاي 24 20 24 نسوي لها، لاحظ ان الشخصية تفتر. نطلع من الاكشن، هذه هي، هذا هو اليوم درسنا بالعظام. احنا ان شاء الله ما طولنا، واحنا ليش احنا هاي الشغلات شارحينها، ليش جاي نشرحها هسه الان بشكل سريع حتى الدوره تصير متكامله، لان خليناها بقائمه تشغيل وحده، حتى يكون اللي ما يريد يروح يشوف ذنيك الفيديوهات يجوز القديمه راح يشوف هذا الفيديو الحديث وبكل شيء وكلا شيء.
وبالاخير هو هاي هديتنا لكم، وانا اشكر كل اخواني واحبائي اللي جاي يكتبوا لي كلام جميل وكلام يعني هو يحفزني على العمل. بالاخير تقبلوا تحياتي وتحيات قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.